صحيح. فأنت تبى شيء جديد ولا تبى شيء قديم؟ أبا شيء جديد طبعا. طيب نقول غزل ولا نقول حزن ولا نقول؟ لا، ما دام انك تعطيني الطلب انا اطلب غزل يعني. طيب هو مش غزل، هو عاطفي. توصيف شوية. توصيف. ايه زين، بسم الله. يقول: ولا غلطة يا سبحان الذي نجاك من الغلطة، سلام. ولا غلطة من أول شامتك لآخرة الخطوط، يقولون الكمال أبدا عجز إنه يجي في خلطة، وفيك تكاملت روح الكمال الكامل المخلوط. يا سلام. ولا غلطة يا سبحان الذي نجاك من الغلطة، ولا غلطة من أول شامتك لآخرة الخطوط، يقولون الكمال أبدا عجز إنه يجي في خلطة، وفيك تكاملت روح الكمال الكامل المخلوط. يا ربي زيدني توريط فيها دامها ورطة، يا ربي لا تفك حبالها ما دامني مربوط، ما صدقت اني العبد الفقير اللي لقى شطة، انا البحار اللي 10 سنين مضيعتني شطوط، يا سلام. تقط الطير وهو بالسماء، اي والله تقطه، حسنها خلى سرب الطير كله طايح ومقطوط، تقط الطير وهو بالسماء، اي والله تقطه، حسنها خلى سرب الطير كله طايح ومقطوط، وانا الطايح في نقطة من بحرها، وما هي اي نقطة، هي النقطة اللي أغرق دايما فيها وأنا مبسوط. مبسوط. عيوني مهجتي كلي حلال له على البسطة، عليه إني تخير من حلاله دون أي شروط. يا غلطة بتتعبين تدورين في صاحبي غلطة، أنا محبوبي الصح الصحيح الوافي المضبوط. يا سلام، سلامتك. صح الله لسانك. صحيتك كلها. قصيدة متفردة من شاعر متفرد حبيبي. طبعا. تسلم تسلم. بعض مما عندك، أنا أتذكر على طاري هالقصيدة أول ما جيت السلطنة أخذت رقم حمود بن وهجة، لأن هالمخلوق أنا من جمهوره، يا سلام. لا من زملائه ولا من، يعني أتشرف أني أكون من أصدقائه بطبيعة الحال، لكن ما التقيت معاه وجها لوجه اللهم عبر السوشيال ميديا، فكنت جاي في نيتي أن لازم أشوف هالمخلوق اليوم يعني في هالزيارة، وانا امانه اقولها يعني اني من معجبينه واتشرف. شاعر مبدع حمود. جميل يا حمود ومختلف تماما. فاتصلت، اخذت رقم، اتصلت: السلام عليكم. عليكم السلام. وعد له: ولا غلطه، مباشره بدون ما اقول له انا مين وش. بس كانت على طاري ولا غلطه، كانت احدى الاشياء اللي يا سلام. بيني وبينه.